شو اخبار الشكوى قدمتها للنيابه العامه ضد اصحاب شبكات الانترنت الغير شرعيه؟ رنا المباحث الجنائيه المركزيه عم تحقق بالملف، لازم يكملوا التحقيق للاخر، هالموضوع ما في مساومه. اف عندي مشكله، ناسي الباسورد يا رنا. اي باسورد معالي الوزير؟ باسورد تبع الايميل والتويتر والفيسبوك كله فرد باسورد، بس نسيته. شو الحل يا رنا؟ رح اتصل بخبير من خارج الوزاره بيقدر يفك باسوردات. عجلي شوي يا رنا. الو بونجور، اي ساعه فيك تطلع عنا شوي على مكتب الوزير؟ انت هون؟ جاي تشوف اذا في مشاكل بالانترنت. بونجور رنو، بونجور معالي الوزير. معالي الوزير، حضرته الخواجة موفق، هو بيعطينا انترنت هون بالوزارة من شركته. معقول؟ نحن اخدين انترنت من موفق؟ وي ما طبعولي اسرع من طبعولك. طيب بس ناسي الباسورد يا موفق. ما عليك، للفيسبوك وللتويتر وللأمال عندك فرد باسورد الطائف 1990. مزبوط، طائف 1990. بس كيف عرفت كلمة السر تبعي؟ ولو ما الانترنت من عندي، مش شارعي، ما نفقه. على فكرة معالي الوزير، في حدا بعت لك شي على الأمال، بالصدفة أنا ومن بق مش بأمالاتك شفته، اسمه سوبر لويزا، هيدا فاروس، اوعى تفتحه. موفق؟ بشتلي بإيميلي؟ وبعدين دردشاتك أنت والسترانة على الفيسبوك، محيون أطمن. موفق؟ بعدين في هيدا الويب سايتات الإكس إكس إكس إكس، لعاو تفوت عليهم، كلهم فاروسات ولوات. رنا اتصلي بالمباحث الجنائية، خلي يوقفوا التحقيقات فورا، أنا رايح لعندهم، جرسنا. ايه معالي الوزير، في هيدي اللي بتضل تتزلط على السكايب، هيدي معالي الوزير، رنت، هيدي بتتزلط من مكان، معالي الوزير، ولوات، يا هيدي. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن.